بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم فيديو جميل جدا، ازاي تسجل في ديدي بايديك ومن غير عموله مكاتب او الكلام ده كله او وكلاء. على العموم اصلا ديدي ما فيهاش وكلاء او الكلام ده كله، فالفكره كلها الناس كتير قوي طلبت مني ازاي نسجل في ديدي والكلام ده كله. فاوبر بتقبل من 21 سنه وبرده ديدي بتقبل من 21 سنه والكلام ده كله. فاحنا النهارده هسيب لك الرقم بتاعي في الديسكريبشن الواتساب، لو انت سنك صغير او الكلام ده كله عجبتك اي مشكله كلمني وانا ان شاء الله اسجلك في الشركه، اذا كان اوبر او ديدي او الكلام ده كله. طيب كل الفكره اللي عليك اسيب لك ده رابط بتاع الشركه الرسمي، هسيبه لك في الديسكريبشن، هتدخل عليه يفتح لك الصفحه دي، او ممكن يطلب منك المواقع سماح والكلام ده كله، فانت هتعمل سماح. فاول حاجه هتدوس القاهره هنا، لو انت قاهره او اسكندريه بتختار المكان اللي انت منه، قاهره جيزه بقى والكلام ده كله، فهي الفكره كلها ان ديدي في القاهره واسكندريه بس، فاحنا هنختار القاهره بالشكل ده. اول حاجه هتطلب مني رقم التليفون، هنحط رقم التليفون بتاعي بالشكل ده اهو، تمام. وبعد كده تنزل تحت شويه هتلاقي هنا علامه القبول دي، علم عليها، هي بتبقى كده، فانت هتعلم عليها كده وتقول له تسجيل. خلاص انت كده دوست كلمه تسجيل، بيجيب لك كود هنا من 6 ارقام بنضيفه في المربع ده، وبعد كده نكمل الخطوات. بتكتب الكود بالشكل اللي انت شايفه ده، تمام. وبعد كده بيديك اختيارين، الاختيار الاولاني سياره باربع عجلات، والاختيار الثاني دراجه ناريه. فانت لو سكوتر هتختار دراجه ناريه، لو انت عربيه هتختار عربيه. فانا اللي معايا راجل ده عربيه، هندوس كده عليه ونقول له التالي بالشكل ده. بيقول لك شريك هنا يمتلك سياره، ماشي. فانت يفضل تخليك في يمتلك سياره، مالكش دعوه بالاختيار اللي تحت ده لان مش هيفيدك. هندوس كده التالي، وبعد كده نقول له موافق، تمام جدا. بيطلب منك هنا الاسم الاول والاسم الثاني، فكل اللي علينا هنختار الراجل اللي معانا، هو اسمه محمد محمود، هنكتب كده محمد اهو، وتحت هنا نكتب محمود بالشكل ده. ورقم البطاقه يا جماعه، لازم ان رقم البطاقه يبقى باللغه الانجليزيه، هنكتب رقم البطاقه دلوقتي، تمام يا جماعه. احنا كتبنا رقم البطاقه هنا بالشكل ده، وهنا طبعا المدينه احنا عملناها القاهره، تمام. وهننزل كده تحت هنلاقي كلمه التالي، هندوس عليها وبعد كده نقول له موافق. خلاص يبقى احنا كتبنا الاسم الاولاني والثاني والكلام ده كله. فانت كل اللي عليك بتطلب منك هنا بطاقة الرقم القومي، صورة وش وظهر، وهنا رخصة القيادة وش وظهر، والصورة الشخصية برضو، ورخصة العربية والكلام ده. هو هنا مفيش فيش ولا في فحص للعربية، فايه لسه كده قدام شوية تطلبهم يعني. فاحنا ايه اللي يستغل دلوقتي انك انت تسجل بدون فيش. هندوس كده على البطاقة ونرفع البطاقة بتاعتنا، هندوس كده البطاقة، هنيجي هنا على التصفح بالشكل ده، أو ممكن ننزل تحت كده شوية، ادي البطاقة اهي مش مشكلة. هندوس كده على البطاقة وبعد كده نقول له كلمة تم، ادي كده احنا رفعنا الوش. هنيجي طبعا على الظهر هنرفعه برضو بنفس الطريقة، هننتظر كده رفعنا الوش يا جماعة. هنيجي بقى هنا على الظهر برضو نفس الوضع، هنختار برضو ادي الظهر اهو زي ما انت شايف، تمام. وبعد كده تقول له ارسال. خلاص انت كده رفعت البطاقة وش وظهر، كده احنا عملنا اول خطوة. تاني خطوة بقى هيطلب مننا رخصة القيادة، هنعمل برضو نفس الوضع، ادي كده رخصة القيادة، هتدوس برضو على العلامة وتقول له تصفح بالشكل ده، وادي رخصة القيادة يا جماعة زي ما انت شايف، ادي هي الرخصة بالشكل، تدوس عليها كده. وبعد كده نرفع برضو الظهر بتاع رخصة القيادة، هندوس كده البلس ونفس الوضع تصفح. وهننزل تحت شوية هنلاقي رخصة القيادة دلوقتي بتاعت الراجل الطيب ده، تمام. هنحط الظهر بتاع رخصة القيادة اهو، ماشي. وبعد كده طبعا هنبدأ بقى نقول له ارسال. يبقى انت كده برضو عملت تاني اختيار اللي هو رخصة القيادة. هنيجي على الصورة الشخصية مهمة، هندوس كده تحميل، لازم صورتك تكون كويسة وتكون ظاهرة للعملاء اهو بالشكل اهو، صورة الراجل الطيب اهو، نقول له تأكيد. يبقى انت كده خلاص خلصت الصوره الشخصيه، الموضوع سهل وبسيط جدا، تمام. وهنا بيقول لك تحميل، هنطلع فوق شويه رخصه العربيه برده نفس الوضع، هندوس كده هنا البلس ونقول له تصفح. طبعا كل تليفون بيتغير عن التليفونات الثانيه، ادي الوش اهو، وبرده هتعمل نفس الخطوه للظهر، تمام. هنيجي برده على تصفح، وهنيجي هنا برده على الظهر بتاع العربيه، وهننزل تحت نقول له ارسال. كده خلاص خلصت الخطوات انت البسيطه دي، تمام. هنيجي هنا على الفيش الجنائي، سيبك منه، والفحص برضه سيبك منه، كل اللي عليك هتعمله هنقول له التالي بالشكل ده وخلاص. هنا بيقول لك مستندات قيد المراجعه، انت كده خلصت تسجيل في شركه ديدي اذا كان سكوتر او عربيه، وبكده انت خلاص كده جاهز للشغل. هم ما بيقعدوش 3 ايام ولا حاجه، هم بيقعدوا مثلا يوم بالكتير قوي او حوالي 10 ساعات، وتلاقي الحساب بتاعك متفعل. انتظر بقى فيديو ان شاء الله ازاي تشتغل في ديدي، وازاي كمان تمشي على جي بي اس خطوة بخطوة، وازاي بعد ما نفعلنا الحساب ده نقدر ندخله في البرنامج. وان شاء الله انتظر الفيديو قريب جدا جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان اصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.